حياكم الله مشاهدينا واهلا بكم في حصادنا لهذه الليله والبدايه من العناوين. اذن مشاهدينا، منذ الوهله لتكليف السودان بتشكيل الحكومه فان العديد من الملفات المرحله منذ الدورات السابقه وملفات شائكه ومتداخله فيما بينها يترقب الشارع ان تجد لها ارضيه لحل او للحل مع بدء العد التنازلي لولاده التشكيله الحكوميه الجديده والتي يفصلها او يفصلنا عنها ساعات ربما وأيام أو قد تمتد لأيام أخرى لكن أيام محدودة. هذه المعطيات تعزز أو تعززها التسريبات التي تدفع بمؤشر قرب عقد الجلسة النيابية لمنح حكومة المكلف الثقة وكذلك إطلاق ساعة صفر بدء مشوارها التنفيذي المحاط بجملة عقبات غير سهلة بالمرة، لكن طبيعة التفاهم السياسي الأخير ربما قلص من مساحات التباعد بين شركاء وفرقاء العملية السياسية وأنتج واقعا يغذي قراءات قرب رؤية الحكومة الجديدة. وإلى الجانب الآخر من ملفات حصادنا لهذه الليلة قضية الأمانات الضريبية أو ما بات تعرف بسرقة القرن والفضيحة المالية بعد اختفاء 2.5 مليار دولار ومستمرة بعد إصدار القضاء أوامر قبض وتحري ومنع سفر بحق متهمين رئيسيين متورطين بهذه العملية. ألقي القبض على المتهم الأول أثناء محاولته الفرار خارج البلاد وبقي ربما 8 أشخاص لا يزالون خارج منطقة التوقيف والمثول أمام القضاء. قضية السرقة هذه تعد أكبر عملية اختلاس أموال في تاريخ العراق الحديث وربما حتى القديم، وهي بذلك تمثل أو تسدل الستار على حكومة تصريف المهام بفضيحة مدوية من العيار الثقيل. إذا المشاهدين، يبدو أن الاتفاق حول الكابينة الوزارية وموعد تقديمها إلى البرلمان ومنحها الثقة من ممثلي الشعب بات قاب قوسين أو أدنى بعد وصول رئيس الوزراء المكلف عند خط النهاية لمشوار تأليف الكابينة الوزارية التي أخذت على عتيقها أن تكون حكومة خدمة وطنية. المزيد مع الزميل علي حبيب. قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة ولإكمال 3 الاستحقاقات الدستورية والمضي بحكومة الخدمة الوطنية، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة يقترب من تسمية أعضاء وزاراته وتقديمها للبرلمان للتصويت عليها ومنحها الثقة بعد التقدم الواضح الذي أحرزته اللجنة الفنية المشكلة برئاسة السودان التي وصلت لوضع اللمسات الأخيرة على الأسماء المرشحة لتسنم الوزارات في الحكومة واختيار الشخصيات الأجدر لقيادة المرحلة. كابينة شبه مكتملة، ولكن السيد السوداني كرئيس للوزراء وعد ووعد الجمهور وكل السياسيين بأنه هو من سيحاسب وهو من سيطلع وهو من سيتابع عمل الوزراء. فرض هيبة الدولة ومكافحة الفساد والفقر والبطالة وتحريك عجلة الاقتصاد وإصلاح واقع الطاقة المنهار أبرز الملفات التي تنتظر حكومة المكلف لينتقل بها إلى الإنعاش بعد الموت السريري الذي عانت منه طيلة ما مضى من السنوات. فبلغة الأرقام سجلت هذه المشكلات صدارة الأزمات. من المهم جدا أن يكون هنالك سير أو مسير منتظم ومدعوم للسيد السوداني لتشكيل حكومته للمرحلة القادمة. العراقيين ينتظرون الكثير من التغييرات الإيجابية. ويعتزم المكلف من لقاءاته بالأطراف السياسية والمكونات المجتمعية وضع الأسس الصحيحة ومرتكزات إيجاد معادلة جديدة تقوم وفق مبدأ الخطط المدروسة والمعالجات الواقعية التي كشف عنها ودعمه في ذلك الحراك البرلماني وممثل البعثات الأممية والدولية العاملة في العراق فضلا عن النخب الأكاديمية والشعبية. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام مباشرة بصوت وصورة من بغداد، رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية سيد حيدر عرب الموسوي. أهلا بكم سيد حيدر، وكذلك الترحيب بالخبير القانوني الدكتور محسن العقيلي. أهلا بكم دكتور محسن، والبداية معكم سيد حيدر. محمد الشاه السوداني يطلب من البرلمان قبل ساعة من الآن عقد جلسة يوم الخميس للتصويت على كابينته الوزارية، هل هذا يعني أن
الموضوع قد حسم سيد حيدر ولا توجد خلافات ما بين الأطراف السياسية كما أشيع حول بعض الحقائب الوزارية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أخي وزميلي أستاذ بشار، قناتكم، مشاهديكم، متابعيكم الكرام، ضيفكم الكريم دكتور محسن، حياك الله. أنا أعتقد حقيقة أنه السيد السوداني والكتلة الكبيرة التي رشحت السيد السوداني كانت لها وجهة نظر وكانت لها رؤية وتخطيط مسبق حقيقة، وكنت أنا أول المتوقعين أن تكتمل كابينة السيد الوزاري بعد أسبوع تحديدا من تكليفه بهذه المهام، وفعلا كان هنالك اكتمال لأن صاب لتشكيل حكومة عراقية جديدة بعد هذه الفترة باعتبار التفاهمات وتوزيع حقيقة الاستحقاقات إذ ما كانت على مستوى الأوزان أو على مستوى الدرجات النيابية ما بين القوى السياسية، لكن الاختلاف كان هو بآلية جديدة أو رؤية جديدة للسيد المكلف باعتبار كان يرغب بأن تكون له البصمة الحقيقية باختيار حقيقة كابينته واختيار الشخصيات الملائمة لهذه حقيقة الوزارات، وبالتالي كانت هنالك لجنة وكذلك كانت هنالك حقيقة جولة للسيد السوداني لشرح هذه الرؤية وهذه الآلية على القوى السياسية الأخرى، وأيضا تفاعلت وأول المتفاعلين بهذا الجانب كان هو الإطار التنسيقي عندما خول السيد السوداني بآلية اختياره وكان هنالك أكثر من مرشح لكل وزارة، لكن كانت هنالك بعض المشاكل التي استطاعت داخل قوى الإطار سيد حيدر لو مع قوى أخرى؟ أنا أعتقد كانت هي مع القوى الأخرى باعتبار كان هنالك مشكلة رئيس الجمهورية أيضا كانت حاضرة فيما بين الصراع فيما بين القوى السياسية وتحديدا الاتحاد والديمقراطي الكردستاني عندما أحدهما أشار للآخر على أنه رئيس الجمهورية هو مرشح الطرف الآخر، وبالتالي أنت تعلم سيد الكريم آلية تشكيل الحكومة وفق المعايير الدستورية أو وفق المعايير التي فرضتها عملية اختيار الوزارات تبنى على شكل نقاط، وبالتالي إذ ما كان حصة رئيس الجمهورية من أي طرف وبالتالي تقلل حصصه من الوزارات وكذلك الوزارة السيادية، وبالتالي هذه كانت نقطة خلاف، كانت هنالك نقطة خلاف انسجام ما بين السيادة وعزم وآلية توزيع أيضا الحقائب الوزارية والأوزان الانتخاب في هذا الموضوع، نجح السيد المكلف أيضا بتقليل هذا حقيقة الزخم وهذا الخلاف الموجود ما بين هذه القوى، قوى الإطار التنسيقي لربما كانت هنالك رؤية معينة تجاوزتها مع الأيام الأولى، وأنا قلت لك قبل قليل كان هنالك فترة الأسبوع التي من خلالها وصلت حقيقة نسب إكمال الكابينة الوزارية إلى نسب متقدمة، وكان متوقعا أن تعقد الجلسة السبت الماضي لكن أجلت لهذه التفاهمات، كان يرغب السيد السوداني أن يأتي إلى مجلس النواب بكابينة كاملة، هذه واحد، كان يرغب أن يأتي إلى مجلس النواب العراقي والاختيار كامل للحقائب الوزارية ولا يوجد هنالك خلاف ما بين القوى السياسية، وبالتالي تكون انطلاقة. خليني أرجع لك هذه النقطة وموعد الجلسة إن حصل أو لا. رحب بك مرة أخرى دكتور محسن، أهلا بك. كان أكو كلام وتأكيد من أغلب الأطراف السياسية عن من حرية الاختيار للمكلف السوداني باختيار المرشحين من قبل الأطراف السياسية لتولي حقائب وزارية. طيب ليش صارت أكو خلافات ما بين الأطراف السياسية إذا هم خولوا سابقا؟ نعم، تحية طيبة لك عزيز أستاذ بشار ولضيفك الكريم الدكتور حيدر عرب الموسوي ولجميع السادة مشاهدي قناتكم الكرام، حياكم. يعني حقيقة أنا دائما ما أذكر أقول نحن في العراق في ظل نظام برلماني، والنظام البرلماني يقوم على مبدأ أنه الكتلة التي الأكبر هي التي تشكل الحكومة وهي بالتالي المسؤولة عن تشكيل هذه الحكومة، هذه مرة أن تكون كتلة واحدة ومرة أخرى من الممكن أن تكون تحالف معين. ما يحدث في العراق هناك فهم خاطئ لهذا النظام وهناك مزاجية ترتقي إلى يعني إلى إبعاد مفهوم النظام البرلماني، بمعنى نحن في ظل نظام برلماني ولكن عندما يأتي تشكيل الحكومة يريدون أن نأتي برئيس وزراء مستقل، ونحن في ظل نظام برلماني وعندما يأتي الدور على الوزارات يريدون أن نأتي بوزراء مستقلون،
هذا الأمر لا ينسجم مع نوع النظام البرلماني. النظام البرلماني يقول إذا تسمح لي قاطعك دكتور، قد لا تكون هناك رغبة بأن تكون يعني رئيس وزراء أو تشكيلة الحكومية من ناس مستقلين، خليه يكونوا منتمين إلى جهات سياسية أو أطراف أحزاب مثلا وغيرها، لكن إذا منحوا حرية اختيار لرئيس الوزراء لأعضاء كابينة الوزارية، ما راح يكون مسيطر أكثر على أداء المهام والعمل؟ بطبيعة الحال لابد أن يترك لرئيس الوزراء اختيار فريق الوزاري، لأنه المسؤولية مسؤولية تضامنية، وبالتالي رئيس الوزراء مع فريق الوزاري سيكون مسؤوليتهم تضامنية أمام مجلس النواب وأمام الشعب العراقي. وبالفعل ما حدث أنه السيد محمد الشياع السوداني أعطي فسحة من المجال، خاصة من قبل الإطار التنسيقي تحديداً، باختيار المرشح الذي يرغب فيه من بين المرشحين الذين ترشحهم الكتل السياسية، لربما كل وزارة قد تم ترشيح ثلاثة أسماء أو أكثر، ويعني أعطي الحرية للسيد محمد الشياع السوداني باختيار فريق من بين هذه الأسماء، وهذه لربما أيضا تحدث للمرة الأولى. ولذلك نرى بأن السيد محمد الشياع السوداني إذا ما مرت كابينة الوزارية يوم الخميس القادم أو حتى في مطلع الأسبوع القادم ستمر بفترة قياسية قياسا بالحكومات السابقة التي كانت تمر بالوقت الضائع دائما، فكنا على علم بأنه كل الحكومات السابقة كانت تمر في آخر يوم من مدة 30 يوم المحددة دستوريا، بل في اللحظات الأخيرة يتم تغيير أسماء وزراء ووزارات وما شابه ذلك حتى قبل الدخول إلى الجلسة، ويعني معظم الحكومات تم تمريرها بشكل جزئي. لكن نحن نتحدث اليوم عن انتهاء 11 أو 12 يوم من الفترة، وحكومة السيد السوداني تقريبا جاهزة لأن تنال الثقة أمام مجلس النواب العراقي، وهذه فترة قياسية حقيقية، وهذا إذا دل على شيء يدل على أن هناك تعاون أيضا من الكتل السياسية. هسه تصير إشكالات معينة، خلافات بسيطة، هذا أمر طبيعي، كل الكتل السياسية لديها رغبة بتولي الوزارات حسب نقاطها، الوزارات تمنح على مبدأ النقاط، وبالتالي كل بالنسبة للنقاط يمكن أكون تسريبات، والحديث أغلب تسريبات دكتور محسن. نعم. نظام النقاط فعلا إذا عمل بيئة السوداني راح يحل جزء من هاي الخلافات؟ هو بطبيعة الحال كل الحكومات السابقة كانت تقوم على نظام النقاط، يضعون يعني نقاط معينة للوزارات السيادية ونقاط معينة للوزارات الخدمية، وبالتالي الوزن الانتخابي لكل كتلة سياسية هل تسمح لها بنيل مقعد أو مقعدين. وأيضا لا تنسى بأنه يعني الحكومة لا تقوم فقط على وزارات، وإنما هناك هيئات مستقلة ودوائر وغير مرتبطة بوزارة ومناصب تنفيذية أخرى، ولذلك أحيانا يتم تعويض بعض الكتل السياسية التي يعني يمنحوها وزارة أقل من الاستحقاق بمناصب تنفيذية أخرى. هذا أمر معمول فيه في كل الحكومات السابقة تحديدا، ولذلك أنا أعتقد أيضا هذا الأمر معمول فيه في ظل هذه الحكومة، ولكن مع إعطاء مجال للسيد السوداني بحرية اختيار المرشحين، وهذا أمر حسن. طيب. والتعاون مع السيد السوداني، لأنه القوى السياسية اليوم حقيقة تشعر بأنها يعني تمر بظروف صعبة، ويجب التعاون ما بين جميع القوى السياسية مع حكومة السيد السوداني لتجاوز هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العراق منذ عام 2019 ولحد هذه اللحظة. طيب أعود لك مرة أخرى سيد حيدر، السوداني قبل قليل طالب البرلمان بعقد جلسة يوم الخميس للتصويت على كابينة الوزارية، تعتقد راح تعقد هذه الجلسة والبرلمان قد يعقدها في وقت آخر، ويعني كما طالب يوم الخميس، وراح يقدم السوداني كابينة كاملة لجزء من هذه الكابينة؟ أنا أعتقد أن يوم الخميس سوف يكون بنسبة كبيرة أن تعقد جلسة مجلس النواب لإعطاء الثقة لحكومة السيد السوداني. أما في قضية هل سوف تكون الكابينة الوزارية مكتملة الأركان باعتبار الآن الكابينة قد ازدادت مقعدين، باعتبار كابينة السيد السوداني تتكون من 24 وزيرا، وبالتالي أنا أعتقد سوف يطمح أو سوف يحاول وسوف يعمل السيد السوداني والكتلة الكبيرة التي رشحته والتي دعمته في هذه القضية تسعى من أجل أن تكون الكابينة مكتملة بشكل كامل حقيقة وتقدم يوم الخميس. وأنا قبل قليل تحدثت لك أستاذ بشار، قلت لك إذا ما قدم السيد السوداني بهكذا شكل أنه كاملة مكتملة الأطراف، وبالتالي تطرح إلى مجلس النواب العراقي وبآلية، اليوم أنا حقيقة وصلتني معلومات اليوم قد اكتملت اللجنة المختصة، قد اكتملت من مقابلة آخر الشخصيات الوزارية المكلفة أو المرشحة
لهذه الكابينة، وبالتالي أنا أعتقد السيد السوداني لديه النظرة ولديه الرؤية الكاملة للاختيارات للكابينة وللأسماء التي سوف تطرح، وهو بالتالي يحاول أن يبتعد أيضا عن التسريبات، تسريبات الأسماء، وبالتالي سوف تقدم بشكل واقع وبشكل حقيقي، كأن يكون لربما نحن لا نتحدث باعتبار نحن نقرأ الأحداث، لربما سوف يكون هنالك وزارتين أو ثلاث تتأخر عن حق عن إبداء التصويت عليها لأسباب فنية أنا أتصور بهذا الجانب ليس إلا، لكن أنا أعتقد أنه كل الجوانب السياسية مكتملة الأركان وكذلك العمل الفني للجنة المختصة التي شكلها السيد السوداني برئاسته قد اكتملت مهامها وأدت مهامها بشكل واقع وبشكل كامل. ولذلك لماذا الآن يعني الأوقات السابقة التي حددت حقيقة لعقد جلسة مجلس النواب لم تكن بطلب السيد السوداني وإنما برغبة من القوى السياسية أن يكون هذا الوقت هو للتصويت أو لعقد جلسة. نعم. الآن تحدث السيد السوداني بضرورة أن تعقد الجلسة بهذا التاريخ وبهذا اليوم، هذه إشارة واضحة على السيد السوداني أنه قد اكتملت أركان حكومته. هذه نقطة. أنا أحب أعلق على بعض الأمور، تحدث زميلي وأخي دكتور محسن على بعض النقاط وأشار على توزيع مناصب وكذا، أنا أعتقد هي ليست فقط نظاما محليا وإنما هذا النظام هو نظاما دوليا معمول به. أتفكر حقيقة قبل يوم أو يومين خطبة أو كلمة السيد رئيس الوزراء البريطاني المكلف حديثا باعتبار وكانت حديثه هو موجها إلى الحزب الحاكم حاليا، قال سوف أسعى لإرضاء جميع أجنحة الحزب الحالي بتوزيع لهم الكابينة الوزارية أو الوزارات. طيب. أو المناصب. وبالتالي هذه الرؤية عندما يعترض بعض الأطراف ويقول إنها آلية للمحاصصة، هي ليست آلية للمحاصصة البحتة باعتبار، وأنا أكررها لألف مرة، أن النظام العراقي الحالي هو نظام نيابي، لن نستطيع أن نمرر رئيس الجمهورية إن لم يكن هنالك تحالفا يضم ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي، وبالتالي هذه الثلثين. طيب. لأعضاء مجلس النواب العراقي لا يشكلون أغلب القوى السياسية وأغلب الجماهير السياسية التي انتخبت هذه القوى، وبالتالي عملية تشكيل الحكومة ألا يقوم أيضا على قضية حقيقة توزيع. لا أريد أتوقف عند نقطة ذكرتها أنت أن السوداني ذكر أن أركان حكومته قد اكتملت، هذه النقطة أنتقل بها إليك دكتور محسن، فعلا اكتملت أو ممكن أن تكتمل كابينة وأركان حكومة محمد الشياع السوداني؟ ماذا عن الأقليات؟ هناك اعتراض من الأقليات اليوم عن عدم وجود تمثيل لهم بهذه الكابينة الوزارية، ممكن السوداني أن يمنحهم أو ينطيهم استحقاقهم وبالتأكيد استحقاقهم كأبناء شعب عراقي؟ يعني بطبيعة الحال عندما يطلب المكلف من مجلس النواب تحديد يوم معين لمنح الثقة لكابينة الوزارية، هذا يعني بأن هذه الحكومة قد اكتملت أركانها إذا لم يكن بشكل نهائي فبشكل كبير، لأنه أيضا كل الحكومات السابقة ومعظم الحكومات السابقة يعني قد مرغت بشكل جزئي، وبقيت بعض الوزارات يعني يتم شغلها بالوكالة إلى حين الاتفاق على تسمية وزير معين، وبالتالي ليس هناك من مشكلة إذا ما كانت الكابينة الوزارية غير مكتملة بشكل نهائي، لكن المهم أن تكون مكتملة بالشكل الأكبر الذي يتيح لها عقد جلسات داخل مجلس الوزراء. هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للأقليات، نعم يعني أصبح من باب العرف وليس من باب الاستحقاق الانتخابي، على اعتبار أنه النظام البرلماني مثل ما ذكر زميل قبل قليل يكون فيه الاستحقاق الانتخابي وفقا للأوزان الانتخابية ومدى حصول هذه الكتلة على عدد المقاعد، ولكن بما أنه يعني الدستور أيضا ضمن حقوق الأقليات في العراق، لذلك يعني لابد من منحهم تمثيل داخل مجلس الوزراء، وأنا أعتقد بأنه السيد السوداني سيمنح الأقليات وزارة على الأقل، إذا لم يستطع أن يمنحهم وزارة يعني خدمية مثلا أو سيادية سيمنحهم وزارة دولة على الأقل. لكن دكتور محسن لمن يمنحها؟ للمسيح، للتركمان، للصابئة، ليزيدين، لمن يمنحها؟ يعني كثيرة في العراق جرت العادة على أن يتم منح الأقليات وزارة للأقلية الأكثر يعني استحقاقا من حيث عدد المقاعد النيابية، ولذلك
يعني أعتقد بأنه إذا ما منحت وزارة الأقليات ستمنح للمسيح بهذا الجانب. وأيضا يعني من الممكن للأحزاب الكبيرة أو الكتل السياسية الكبيرة أن تمنح بعض الوزارات للأقليات، يعني مثلا بالنسبة للأكراد ممكن أن يمنحوا وزارة من وزاراتهم إلى الصابئة الأكراد، وبالنسبة للشيعة أيضا ممكن أن يمنحوا وزارة من وزاراتهم إلى الشبك أو ما يعني ما شابه ذلك. وبالتالي يعني من الممكن أيضا للكتل الكبيرة أن تساهم يعني بمنح هذه الأقليات بعض الوزارات يعني الوزارات العائدة لها. أما بالنسبة للسيد رئيس الوزراء حقيقة يعني تسمية عدد الوزارات وما شابه ذلك هو أمر لا يعود إليه فقط، وإنما يعود إلى التحالف الذي تشكلت منه الكتلة الأكبر، أقصد تحالف إدارة الدولة. وبالتالي تحالف إدارة الدولة له الرأي في عدد الوزارات، نعم للسيد المكلف أيضا الرأي، ولكن ليس له أن يعني يفرض رأي على الآخرين، لها الرأي في عدد الوزارات وطريقة تقسيم هذه هذا الوزارات. هذا يجب أن يتم الالتزام به حتى ينحل الموضوع، يتم الالتزام بقضية النقاط. دعني أبقى في قضية اكتمال أركان حكومة السوداني. سيد حيدر، كيف أيضا ممكن أن تكتمل أركان حكومة بدون وجود الصدريين؟ لو راح يتم منحهم بعض المناصب الحكومية ربما بطريقة غير رسمية بحسب معلوماتك، أكو هيك شيء؟ أنت تعلم أستاذ بشار لكل حكومة معارضة، وبالتالي لربما سوف تكون هنالك معارضة. نحن تحدثنا قبل قليل وقلنا أنه أغلب المشاركين لربما يتجاوز عددهم ثلثي مجلس النواب العراقي، إذا هنالك ثلث آخر لربما يكون هو بعيد عن المشاركة بالحكومة العراقية، وهذا ما تحدث به بعض القوى السياسية الموجودة عندما تحدث وقال سوف نكون نحن معارضة نيابية داخل مجلس النواب العراقي. السيد الصدر حقيقة بقراره الأخير بالانسحاب من مجلس النواب العراقي وتقديم أعضاء كتلته الاستقالة اختار أن يكون بدور المعارضة، والمعارضة ليست أيضا النيابية وإنما المعارضة السياسية الشعبية، وبالتالي هم اتجهوا بهذا الاتجاه. جميع حقيقة الحوارات وجميع الاتصالات التي كانت تعقد مع السيد الصدر كانت إجابته واحدة، هو بضرورة عدم المشاركة مع هذه بهذه الحكومة أو مع هذه الحكومة. نعم هنالك حقيقة رسائل لربما حدثت ما بين الإطار التنسيقي باعتبار هو الكتلة الكبيرة والأخ الأكبر الراعي للعملية السياسية في الوقت الحالي مع التيار الصدري، باعتبار نحن نعتبر أنه التيار الصدري من الأركان الرئيسية بالعملية السياسية، وتحديدا بعد عام 2003 كان من حقيقة المؤثرين بشكل كبير جدا باختيار حقيقة وتشكيل هذه الوزارات المتعاقبة. وبالتالي أنا أعتقد كانت هنالك رسائل، لكن هذه الرسائل حقيقة بأغلبها لم يكن الإجابة عليها بشكل إيجابي أو التعاطي معها بشكل إيجابي. الآن نحن ننظر إلى التيار الصدري على أنه قد اعتمد أسلوب المعارضة السياسية الشعبية، وبالتالي هي أيضا تعتبر جزء من أجزاء العمل السياسي المتفق عليه داخل النظام الديمقراطي الذي ارتأه أو ارتأته الدولة العراقية أن يكون هو الحل الأمثل لما بعد عام 2003. لكن أكو معارضة إيجابية بناءة ممكن تقيم وتصوب عمل الحكومة، وأكو معارضة ربما تواجه هذه الحكومة بشتى الطرق لإفشالها. التيار الصدري ممكن أن يأخذ دور المعارضة الإيجابية التقويمية، وفي هذه الحالة إذا نجحت حكومة السوداني وهذا متوقع بوجود الدعم السياسي الكبير من كل الأطراف السياسية من تحالف إدارة الدولة، راح يبقى داعي لإجراء انتخابات مبكرة؟ أنا أعتقد في الآونة الأخيرة وتحديدا بعد انتخاب رئيس الجمهورية خفتت الأصوات التي تنادي وتتحدث بضرورة أن يكون هنالك انتخابات مبكرة. حتى أن الرسائل التي أتت من ممثلة الأمم المتحدة أو من حقيقة النظام الدولي العالمي بأجمعه عندما باركوا انتخاب رئيس الجمهورية كانوا يتحدثون بضرورة أن يكون هنالك استقرارا سياسيا وأمنيا واقتصاديا داخل العراق، باعتبار الجميع يتفق الآن بضرورة الاستقرار لما يعطيه أو لما يؤثر به الجيوسياسي أو الموقع الجيوسياسي العراقي بشكل كبير، خاصة مع التحديات الأخيرة وكذلك الحرب الأوكرانية الروسية. وبالتالي أنا أعتقد جميع الأطراف الدولية والإقليمية وجزء كبير أيضا من القوى السياسية الداخلية تنظر بضرورة أن يذهب أو تذهب هذه الدولة بشكل كامل
ولا داعي للانتخابات المبكرة، باعتبار تجربة الانتخابات المبكرة ماذا أفرزت؟ أفرزت اسمها حقيقة انسدادا سياسيا دام أكثر من عام، وهذه حقيقة الانسداد السياسي وتعطيل والتجاوز على المدد الدستورية هي أتت من خلال الانتخابات المبكرة. إذن هل هنالك طيب. جدوى؟ وهذا ما تحدثت بنصه حقيقة السيدة بلاس خارت، هل هنالك جدوى من إجراء انتخابات مبكرة؟ إذن أنا أعتقد أن القوى السياسية الداخلية وكذلك الداعمين الخارجيين طيب. جميعهم اتفقوا بضرورة أن يكون هنالك إكمال للدورة الحالية، أي بمعنى هي رسالة أخرى للسيد السوداني أنه أمضي بتشكيل الحكومة، وإذا ما نجحت حقيقة حكومة السيد السوداني أنا أعتقد هي الإشارة والضوء الأخضر لجميع القوى السياسية أن تسكت وتستمر هذه الحكومة بتقديم الخدمات للمواطن العراقي. طيب دكتور محسن، تتوقع أن يكون هناك دعم من مختلف الأطراف السياسية حتى المعارضة لهذه الحكومة، حكومة السوداني أو حكومة الكتلة الأكبر، ممكن أن يكون هناك دعم من مختلف الأطراف، دعم صادري مثلا لحكومة السوداني في حال نجح بتنفيذ برنامجه الحكومي؟ أنا أعتقد الستة أشهر الأولى من حكومة السيد السوداني ستكون بغرفة حقيقية لهذه الحكومة إذا ما نجحت بحلحلة الأمور وبعض الملفات العالقة. أعتقد بأن الشعب سيلتف حول هذه الحكومة، وبالتالي يعني حتى المعارضة لهذه الحكومة ستضعف كثيرا. ولكن إذا يعني هذه الحكومة لم تقدم شيء ملموس على أرض الواقع خلال هذه الفترة، لربما ايضا ترتفع الاصوات الشعبيه المطالبه ب يعني انتخابات مبكره او ما شابه ذلك. اليوم كل الظروف الداخليه والخارجيه حقيقه يعني بعد تكليف السيد السوداني اصبحت يعني ظروف ايجابيه لحكومه السيد السوداني. اليوم بالنسبه للمناخ الدولي والمناخ الخارجي حقيقه يريد استقرارا في منطقه الشرق الاوسط بصوره عامه وفي العراق بصوره خاصه، وانا دائما ما اقول بانه المناخ الدولي ينظر إلى العراق على أنه بلد الأربع ملايين أو أكثر من أربع ملايين برميل نفط يومياً، في ظل أزمة طاقة كبيرة ستزداد في فصل الشتاء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والعراق سيكون يعني جزء من حل هذه الأزمة، ولذلك هناك دعم دولي على استقرار العراق. على المستوى الداخلي ايضا مرت كل الكتل السياسيه والقوى السياسيه بظروف صعبه جدا عام 2019 ولحد هذه اللحظه، في ظل تظاهرات واحتجاجات وعدم استقرار يعني للوضع السياسي العراقي، ولذلك هي ايضا بحاجه الى اعاده ثقه المواطن بهذه القوى السياسيه، واعاده الثقه لا يتم الا من خلال ما تقدمه الحكومه من خدمات، ولذلك نرى بانه البرنامج الانتخابي للسيد محمد الشاعر طيب. السوداني قد ركز على الخدمات البلدية لا. التي يحتاجها المواطن، إضافة إلى ملفات أخرى كبيرة يمكن أهمها وأبرزها حاليا ملف الفساد اللي مستشري به البلد. دعونا ننتقل إلى هذا الملف مع مشاهدينا الكرام وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ونجدد الترحيب بضيفنا الكرام رئيس مركز القمة للدراسات السيد حيدر عرب الموسوي. أهلا بكم سيد حيدر مرة أخرى، وترحب أيضا بالخبير القانوني الدكتور محسن العقيلي. أهلا بكم دكتور مرة أخرى، وأبدأ معك مرة ثانية سيد حيدر. المبلغ اللي حاليا يتحدثون عنه مبلغ المختلس مو كبير جدا، 3 تريليون، يعني شلون هسه يلا انتبهوا له؟ 3 تريليون و700 مليار، هذا رقم حقيقي خارج سيد حيدر، يعني ايش قد؟ يعني وين؟ يعني احد الاخوه فصله بتفصيل يعني باسلوب ساخر بهذه القضيه، وحوله الى العمله المحليه، قال يحتاج لنا يمكن 36 سياره حمل، وبالتالي هذا الرقم وهذا الشكل المحوري لهذا الرقم الكبير كيف يستطيع العاقل ان يستوعب هذا الرقم وهذا الاختلاس؟ كانت هنالك بالسابق اختلاسات تختلف عن هذه القضية، كان يكون هنالك صفقة يضاف عليها بعض العمولة وبالتالي تؤخذ منها، أو حاجة إذا ما كانت تقارن بعملة اسمها بنقد معين يكون إضافة كبيرة جدا على هذا النقد. أما أن تسرق عملة نقدية بشكل مباشر، يعني سرقة بما تعنيه هذه الكلمة من معنى، بالتالي هذا الرقم الكبير الذي حقيقة إذا ما وضعنا الأرقام نعجز عن احتساب هذه الأصفار حقيقة المتراصة في هذا الرقم. أنا أتفاجأ بنقطة مهمة. أولا حكومة السيد الكاظمي كان لها قانونا بمتابعة الأموال المنهوبة، وبالتالي أعطى رقما على أنه حق الحكومات السابقة قد نهبت،
وعليها أن تعيد هذه الأموال المنهوبة، واتهمت وبدأت ترمي حقيقة الاتهامات على جميع الأطراف، وكأنها هي ظهرت حقيقة الحكومة المنقذة والشخص المنقذ السوبرمان بهذه القضية. لكن نشاهد الآن هذه الأرقام التي سرقت بشكل مباشر لا بشكل غير مباشر، كيف يستطيع أن يبرر؟ وهنالك أيضا حديث عن سرقات أخرى، لربما الآن في دائرة الضرائب هنالك حديث عن الجمارك، هنالك حديث عن النفط، هنالك حديث عن كثير من المؤسسات الأخرى وأرقام خيالية، لربما ذهب البعض إلى رقم 4 مليار دولار و6 مليار و8 مليار دولار. وبالتالي هذه الأرقام الكبيرة التي قامت حقيقة بالتجاوز عليها حكومة السيد الكاظمي، باعتبار جميع المتورطين فيها هم أقطاب وهم الشخصيات التي كانت حقيقة تتحدث من خلال الإعلام بضرورة محاسبة الفساد والمفسدين، هل كان هذا الحديث هو مدعاة لتغطية هذه العملية؟ خلينا ننتقل بهذا إلى جانب قانوني معكم دكتور محسن، أهلا بك مرة ثانية. يمكن كما ذكر سيد حيدر متعودين نسمع العقود بها سرقات العمولات، رشا تعطى من قبل أطراف لأطراف أخرى ومسؤولين بالدولة وغيرها، لكن هذه أموال كبيرة وسرقت بطريقة مباشرة، حولت هذه الأموال الطائلة التي احنا الناس البسطاء العاديين ما نعرف يعني شنو 3 تريليون و700. قانونيا اكو شيء غريب دكتور محسن؟ يعني حقيقة انه هذه الجريمة هي ليست جريمة واحدة وانما عدة جرائم، يعني جريمة يعني أساسية مكونة من عدة جرائم، ولربما حتى انه مصطلح جريمة السرقة لا تنطبق عليها تماما من الناحية القانونية، لأنها تختلف باختلاف صفة الجاني أيضا. تعرف يعني في هذه الجريمة لدينا أكثر من جاني، يعني لدينا موظفون عموميون، لدينا أشخاص يعني عاديون، ولدينا جهات متعددة، يعني هيئة الضرائب، وزارة المالية، المصرف الرافدين، البنك المركزي، النزاهة، يعني اشتراك أكثر من جهة من الممكن أن يتم تحميلها هذه المسؤولية، وأكثر من شخصية يعني أيضا مكلف بخدمة عامة، مستشار، ما شابه ذلك. إذا تتعدد صفات الجاني وتتعدد الهيئات أيضا في هذه الجريمة. حقيقة يعني لو يعني مراجعة بسيطة نجد بأن البعض من هؤلاء ينطبق عليهم نص المادة 340 من قانون العقوبات، وهو ما يسمى ب يعني الضرر المتعمد بالمال العام. هذه المادة في قانون العقوبات تجعل عقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال إلى كل موظف أو مكلف عام أحدث ضررا عمدا بمال أو بمصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال أشخاص آخرين محود له بها. يعني الموظفين اليوم في وزارة المالية في دائرة الضرائب أحدثوا ضررا عمدا بهذه الأموال، وهذه الأموال سواء كانت تابعة للجهة التي يعملون بها أو تابعة لأشخاص واضعين أموالهم يعني تأمينات في هذه الجهة تنطبق عليهم هذه المادة. أيضا يعني هذه الجريمة هي جريمة تنطبق عليها المادة 456 وهي جريمة الاحتيال. ليش؟ لأنه هاي الشركات الوهمية جاءت بصفة على أنها مخول من النفطية واستلمت الأموال على يعني بهذه الصفة، وبالتالي هي انتحلت صفة غير صحيحة وتنطبق عليها المادة 456 بنقل أموال لنفسها بانتحال صفة غير صحيحة، وهذه تحديدا تنطبق عليها المادة 456. هذه الجريمة أيضا هي جريمة منظمة حقيقة. ليش؟ لأنه الجريمة المنظمة هي الجريمة اللي يرتكبها عدة أشخاص ضمن تنظيم هرمي محدد. وفي الجريمة المنظمة أحيانا هناك بعض العصابات تستولي على مرفق من المرافق الدولية، يعني مرفق اقتصادي، من أجل شنو؟ تحقيق ربح غير مشروع أو غسل أموال غير مشروعة، وتدخل ضمن هذه الجريمة أيضا جريمة خيانة الأمانة، جريمة غسيل الأموال. دكتور هذه كلها جرائم متعددة لكنها مرتبطة. أرجع لك المسار القانوني، لكن أيضا ينضم لنا مباشرة عبر سكايب ضيفا كريما رئيس هيئة النزاهة السابق السيد موسى فرج من محافظة المثنى. أهلا بكم سيد موسى ضيفا كريما. أود أن أسألك، أنت لديك خبرة قضية العمل في النزاهة وإدارة النزاهة أيضا. سيد فرج، هذه يعني هذه خلينا نسميها البوغة الشبيرة
النزاهة شلون ما انتبهت لها؟ شكرا جزيلا استاذ العزيز، تحياتي حضرتك ومشاهديكم. حياك الله. طبعا استمعت للجانب الاخير من ما ذكر الاستاذين الفاضلين الطيفين. نعم. لكن انا عندي قراءه مختلفه للقضيه. القضيه اذا اخذناها قضيه منفرده طبعا يتحرك القضاء وتوائم المواد القانونيه اللي تحكم هذه القضيه او اللي تصدر بموجبها احكام. لكن اذا اخذنا القضيه اولا مو منفرده هذه القضيه، صحيح مبلغها كبير لكنها ليست الوحيده وليست اليتيمه. ولو ترجع على الموقع الرسمي لهيئه النزاهه وجمعت الاموال اللي تكشفها خلال شهر ستجدها اكثر من المليارين ونص دولار. هذا لا يعني التقليل من اهميه المليارين ونص، لكن الحبل على الجرار والاموال العراقيه منهوبه. والاخ اللي اشار الى انه رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء اعترفوا بمواد يجب استردادها، رئيس الجمهوريه اعترف ب 150 مليار او اكثر، مجلس النواب اعترف ب 300 مليار دولار او اكثر، هذه المواد الخارجه من العراق والمهربه من العراق. لكن استاذ العزيز انا لو اناقشها من موضوع الفساد بشكل عام بالعراق. نعم. الفساد بشكل عام وليست القضيه، القضيه هذا مطروحه الان امام هيئه النزاهه والقضاء ويحقق بها، بس بدي اشير الى انه اختزال قضيه او قضيه الفساد بشخص هذا اللي اليوم القوا القبض عليه. نعم. والتصور انه هي هذه يعني يوم القاء القبض عليه وكانما يوم اليوم الوطني للعراق، لا اخوان. هذا باعتبارهم متعودين انه دائما السراق ينفذون بجلدهم الى دول اخرى مع اموالهم المسروقه. لكن خلينا قاطعك سيد موسى اذا تسمح لي، النزاهه مو واجبها تمنع وقوع الجريمه اخوي او تمنع الجريمه قبل وقوعها؟ سيد موسى جاتك للنزاهه، انت والمشاهدين تصوروا اموال هائله موجوده في مكان محدد. نعم. وهذه الاموال الطائله موجودين سراق يتربصون لسرقتها، لكن توجد حواجز هائله، حواجز كبيره تمنع الوصول اليها. اول هاي الحواجز اتحرك عليها اعضاء في مجلس النواب قبل سنتين اللي هي مكاتب المفتشين العامين، والغوا مكاتب المفتشين العامين اللي هي تتولى الرقابه المسبقه للاموال. نعم. فانهار الحاجز الاول. الحاجز الثاني ديوان الرقابه الماليه يدقق مسبقا برديات الامانات، اتحركوا مجموعه من مجلس النواب او شخص في مجلس مركز مهم اللي هو رئيس لجنه الماليه، ووجه كتاب الى وزاره الماليه باسقاط هذا الشرط. استقوى برئيس الوزراء ورئيس الوزراء وجه كتاب مماثل الى وزاره الماليه واسقطوا هذا الشرط. فبالحاله انهار الحاجز الثاني. الحاجز طيب. الثالث الوزير لانه محاصصه طيب. حكما يكون ضعيف امام الجهات النافذه وفي الغالب غير كفو، هذا الحاجز الثالث سقط. الحاجز الرابع اللي هو المدراء العامين تم استبدالهم بمدراء عامين فاسدين وشركاء في الجريمه، سقط الحاجز الرابع. الحاجز الخامس اللي هو المصرف انا اسال حضرتك وأطرح على المشاهدين وللضيوف، يا جماعة أنا من ينطيني دائرة حكومية صاكب 50,000 دينار بها 6 واقع، وهاي 6 واقع لأشخاص اطلعوا على الملف، فكيف يقول وزير المالية أنه جت هذه بدون معاملة؟ لا، المعاملة احترقت وأخفيت. فبهالحالة أستاذ العزيز إذا أريد نستفاد من هذه كدروس مستنبطة أنه يا جماعة طلعوا من المحاصصة، يا جماعة نفذوا قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2019 بإلغاء كل الدرجات الخاصة المشغولة من خلال المحاصصة خلافا للدستور والقانون. يا جماعة يعني ما يجوز أخي. طيب. أخي. إذا تسمح لي إذا تسمح لي سيد موسى، يعني النزاهة هي الواجب الجهة الأولى اللي تحاسب أو تمنع وقوع الفساد. أقول العبارة الأخيرة. إذا تسمح لي. أنت تريد تكافح الفساد. نعم. وأنت مناسبك اليوم. الإعلام يشير إلى أنه تباع بملايين الدولارات. طيب كان موجودة النزاهة
سيد موسى وموجود ديوان الرقابة المالية، وأيضا كانت موجودة مكاتب المفتشين العموميين، لكن الفساد كان مستمر. حاليا يمكن ازداد بهذه الأموال الكبيرة التي سرقت، لكن أرجع لك السؤالي، النزاهة مو من واجبها تمنع الجريمة قبل وقوعها؟ حاليا ما لها دور، القضاء هو دوره يحقق بهذا الموضوع. النزاهة وين كانت؟ ليش أكو تقصير بعمل النزاهة؟ أجاوبك بس انتبه علي بإمعان أخي العزيز. النزاهة وديوان الرقابة المالية ما يدققون المعاملات قبل الصرف، هذه معروفة، لكن تساهم هيئة النزاهة بمنع وقوع الفساد عندما توجه كتاب رسمي إلى وزارة المالية وهيئة الضرائب، كتاب رسمي بال 21 تقول لهم يا هيئة الضرائب يا وزارة المالية بدلوا مدراء الفروع، يا وزارة المالية يا هيئة الضرائب اعتمدوا النظام الإلكتروني اللي أرسله لكم البنك الدولي بالاتفاق مع وزارة المالية، يا جماعة تعبوا على وزرائكم أن يكونون مضبوطين وكفؤين، يا جماعة تعبوا على اختيار مدراءكم العامين مهنيين ونزيهين. بهالشكل تساهم هيئة النزاهة، لكن أن تقعد هيئة النزاهة بكل دائرة من الدوائر ما ممكن، من يجيها أخبار تتحرك. وبالمناسبة يعني لو هيئة الضرائب طيب. وزارة المالية نزلت أخبار لهيئة النزاهة أنه عندنا صك مشكوك به، وهم راسميها للشغلة، راسميها أنه الصك هذا كل شيء ما به وكذا. أجت هيئة النزاهة قالت لا هذا الصك ما به شيء، طلعت هيئة النزاهة هم مهيئين نفسهم بالمباشر ورا يومين بلشوا يصرفون الصكوك المسروق. واضح كلامك سيد موسى. دعني أعود مرة أخرى إليك سيد حيدر. يعني كما ذكر سيد موسى وهو خبير بعمل النزاهة وقضايا مكافحة الفساد، يعني ذكر أنه أكو ترتيب أو شبه ترتيب لهذه العملية قبل مدة طويلة جدا، منها استبدال مدراء عامين. فعلا أكو ترتيب ترى، وهذا لا يدل وجود يعني عملية منظمة أو جريمة منظمة أو مافيا لعملية الفساد. فعلا يعني راح يكون أكو مسؤولين يعني رفيعين، إلى أي درجة وظيفتهم رفيعة في الدولة لتمرير هذه العملية؟ يعني هناك حيتان فساد لو تطور الموضوع بالعراق إلى ديناصورات فساد. شوف نقطتين أساسية حقيقة تحدث بهم بما تحدث به ضيفك حقيقة مسؤول النزاهة السابق. النقطة الأولى، تحدث ضيفنا دكتور محسن عن أنه هذا الجرم أو هذه السرقة تعتبر وحسب النصوص القانونية هي جريمة منظمة. نعم. وهذا ما أشاروا إليه كلا الضيفين، وبالتالي أنا أعتقد جريمة منظمة وعلى مستوى عالي جداً. وبالتالي الى اي درجه عالي سيد حيدر؟ عالي يعني عالي الى من المعطيات ماذا يدعو الى اي درجه رفيع مستوى المسؤول الذي شارك بهذه العمليه؟ هسه شوف استاذ بشار، هسه خب احنا ما نقدر نتحدث ونقول مثلا الاسم الفلاني باعتبار نحن نحتاج الى الحصانه اللي تحفظك من المسائل القانونيه اذا ما ذكرنا. لا ما نقول اسماء، غير الاسماء اللي مطروحه هو اكبر، هو انت قلت ديناصور، هو اكبر من الديناصور. هل ما كان هنالك شخصيه كبيره نستطيع ان نصف بها هذه الشخصيات، رفع هذه الشخصيات وتاثيرها الكبير التي استطاعت وحسب حديث حقيقه ضيفكم ان ازالت 5 حوادث كانت موجوده امام اي سرقه ماليه بهذا الاتجاه او تعمل بهذا الاتجاه. وبالتالي اذا ما قارنا هذه القضيه اذا سوف نعلم او نعرف او حقيقه نضع فكره في خلد المواطن العراقي من هي الجهه الكبيره التي كانت خلف والتي نظمت هذه العملية وسرقت هذه الأموال الكبيرة. هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى، عندما وجهت سؤالك إلى الضيف أليس من الضرورة أن تكون النزاهة هي من تعمل وحقيقة تكتشف هذه الجرائم قبل وقوعها؟ نعم، لا. حسب النصوص الدستورية وحسب النظام الديمقراطي العراقي وحسب آليات تشكيل هذه المؤسسات العراقية، إذ ما كانت مؤسسات خاضعة للدولة أو غير مرتبطة بإقليم أو من المؤسسات الحقيقة التي تعمل بشكل حقيقة إدارة غير مركزية للدولة العراقية، كثير من الواجبات الملقاة عليها واجبات المؤسسة النزاهة أنها تبحث، لا أنها تعمل على أسلوب المخاطبة ما بينهم وبين الآخرين. وبالتالي إذا ما عملت بهذا الأسلوب، هذا أسلوب روتيني، وبالتالي طيب. أكيد الفريق الآخر هو رتب حاله للإجابة على جميع المخاطبات، لكن كان من الواجب على هيئة النزاهة أن تكون واجبها رقابي يتابع ويكتشف هذه الجرائم ومنع حدوثها قبل أن تحدث. واضح سيد حيدر. أعود لك دكتور محسن، شنو المسار القانوني حاليا للتحقيقات؟ لو أكو إمكانية أنه ينسد هذا الموضوع وتطمطم هذه القضية؟
يعني حقيقة نحن لا نشكك بالقضاء العراقي أبدا. لا مو القضاء لكن بعض الإجراءات الإدارية. نعم نعم، ولكن مثل ما ذكرت التشكيك يكون في داخل بعض الدوائر والإجراءات الإدارية التي يتم يعني رفع أسماء، إخفاء كتب معينة، نعم، رفع تواقيع ما شابه ذلك، حرق يعني مثل ما ذكر الآن السيد يعني رئيس هيئة النزاهة السابق أنه حرق بعض المعاملات بصورة كاملة. هذا من الممكن، من الممكن جدا، وتعودنا على حرق يعني مؤسسات كاملة من أجل أن يتم يعني تلف وضياع بعض الملفات فيها، هذا ممكن جدا. إذا ممكن، نعم ممكن جدا. نكتفي بهذه الإجابة وعذرا لضيق الوقت. سؤال أخير لكم سيد موسى، من خبرتكم بالتعامل مع قضايا النزاهة، قضايا الفساد والأموال المسروقة وغيرها، أكو إمكانية لاسترداد هذه الأموال المسروقة في هذه الصفقة الثلاثة تريليون؟ الأستاذ العزيز، فيما يتعلق بهذه القضية بالذات، المعلومات المتسربة تقول أنه قسم الأكبر من هذه المبالغ استثمرت في شراء عقارات في بغداد ومناطق أخرى. هذه ممكن يعني متابعتها واستردادها واسترداد بعضها، لكن الأموال اللي هربت من خلال نافذة العملة بالبنك المركزي أو غيرها صعب. لكن أستاذ العزيز يا أخوان، أنا كل اللي أرجو منكم ومن الإعلام بشكل عام أنه نركز على هاي القضية بقدر ما نستنبط دروس مستنبطة لوقف نزيف الفساد. نزيف الفساد لأنه أكثر من 2.5 مليار ومئات المليارات، وهذا الحبل على الجرار لما يفلس العراق. فنقول إخوان المفتاح لهذا ثلاث قضايا: أولاً تختار الوزراء مو على أساس المحاصصة، ثانياً تختار المدراء العامين على أساس الكفاءة والنزاهة، وثالثاً تلتزم بالقانون. يعني ما معقولة رئيس لجنة مالية مجلس النواب يخاطب مباشرة ويطلب من السلطة التنفيذية، رئيس وزراء يعين مدير عام بالضرائب بدون علم أو بدون موافقة وزير المختص. ما يجوز، ما يجوز إخواني، ما يجوز. الشكر جزيل لكم سيد موسى، شكرا لك ولمداخلتك القيمة. عذرا لضيق الوقت، كانت مداخلتك قيمة سيد موسى، رئيس هيئة النزاهة السابق السيد موسى فرج، كنت معنا ضيفا كريما عبر سكايب. شكرا لك وشكرا جزيلا لكم الخبير القانوني الدكتور محسن العقيلي، وشكرا جزيلا لكم الرئيس مركز القيمة للدراسات السيد حيدر عرب الموسوي، كنتم ضيوفا كرام وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.